خلينا النهارده بقى نتكلم في افضل تطبيق مشغل موسيقى للاندرويد ممكن تقابله في اي حته تقريبا، عباره عن مميزات مش هتصدقها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. خلينا متفقين ان في بعض الشركات كده بدون ذكر اسامي بتلاقيها بتجيب لك اعلانات على التطبيقات الافتراضيه اللي جايه مع التليفون، وده المفروض ما يحصلش. يعني المفروض انك الموبايل بتاعك لما تدخل مثلا على تطبيق زي مشغل موسيقى، تطبيق زي الحماية، تطبيق زي البطارية، تطبيقات معينة كده المفروض ما يكونش فيها اي اعلانات، الا انه في شركات بيكون في اعلانات في الاماكن دي. يعني لو جينا لحاجة مثلا بتستخدمها اكتر من غيرها يمكن وهو تطبيق مشغل الموسيقى، ممكن تلاقي فيه اعلانات لدرجة انك تدريجيا بتسيبه كده وبتزهق منه وما بتفتحوش تاني، وساعتها بيكون قدامك حلين، وهو انه مثلا تطبيق زي جوجل ميوزك ما بيكونش فيه المرونه الكافيه، والتطبيقات اللي بتكون عايزه انترنت مش دايما هيكون معاك انترنت ليها زي ساوند كلاود او انغامي او اين يكون، خصوصا لو انت خارج مثلا ومش شاحن الباقه. فالنهارده بقى هنتكلم في افضل تطبيقات مشغلات موسيقى ممكن تقابلها على الاندرويد، تطبيقات مليانه مميزات فعلا مش هتصدقها. قبل ما نكمل بس خلينا متفقين انك ما تنساش انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا بيه، وهتلاقي تحت في الكومنتات اقتراحات وترشيحات لبعض الفيديوهات اللي عملناها قبل كده ممكن تهم. المهم بقى وعلشان ما اطولش عليك نخش في الموضوع على طول، وهنتكلم في تطبيقين اندرويد تقدر تستخدمهم لتشغيل الموسيقى لكنهم تطبيقين على وضعهم جدا. اول تطبيق معانا هو تطبيق ميوزيك اولت. اول تطبيق فيهم هو تطبيق ميوزيكولات. التطبيق ده مليان مميزات كتيره جدا فعلا ما تتصدقش. يعني اول ميزه عندك ان هو موجود على المتجر عادي بدون اي مشكله ولكن من غير اعلانات، فعليا المتجر عليه التطبيق ده لكن مفيش اي اعلانات حرفيا. تاني حاجه بقى ان التطبيق مليان مرونه جدا لما تيجي تستخدمه، يعني من المزايا القويه جدا اللي موجوده انك لما تكون مشغل مثلا ملف موسيقى وعايز توطي صوت او تعلي صوت مش محتاج انك تروح للزرارين دول خالص، ممكن تدوس على علامه السماعه اللي موجوده هنا علشان تتحكم في قوه وشده الصوت بدون اي مشكله من خلال سلايدر كده او يعني شريط كده بتحرك صباعك عليه. كمان بقى بيكون عندك ثلاث نقط كده لما بتدوس عليهم بيظهر لك شويه مميزات عظمه جدا. يعني اول حاجه بيقول لك شو ليركس، او انك تشوف او يعرض لك كلمات الاغنيه لو الكلمات بتاع الاغنيه متوفره. بيكون في عندك حاجه زي موف تو ا فولدر، يعني تقدر تنقل الموسيقى دي لفولدر تاني من غير ما تخش على مدير الملفات. تقدر كمان انك تعمل شير ا سونج، وده علشان لو انت مشغل اغنيه مثلا وعجباك وعايز تبعتها لاي حد مش محتاج تروح لمدير الملفات وتدور عليها، تقدر تبعتها من هنا. مش كده وبس، انت كمان بيكون عندك على اليمين تحت خالص ثلاث نقط بتدوس عليهم علشان يكون في عندك شويه اوبشنز زياده، زي مثلا ايكولايزر علشان تتحكم في الصوت اللي بيطلع. كمان بيكون عندك سليب تايمر واللي بيكون جواها اوبشنز برضو. التطبيق ده مليان مرونه مش طبيعيه. بيكون جوه السليب تايمر او مؤقت النوم ده اختيارين، واحد منهم انك توقف بعد مده معينه، والتاني انك توقف بعد عدد اغاني معين. يعني تقدر مثلا لو انت عندك البلاي ليست فيها 3 او 4 اغاني وعايز تقفل التطبيق بعد اغنيتين انت حبيبهم، تقدر انك تدوس على العلامه دي وتختار مثلا بعد اغنيتين وتدوس موافق علشان بعد الاغنيتين دول يقف على طول. ومميزات التطبيق ده بتكمل معانا لما بتدوس على الثلاث نقط برده وتدوس على سيتنجز، بيكون عندك في اللانجوجز في اللغه العربيه، بيكون في عندك كمان الانترفيس او الواجهه فيها اكتر من حاجه، فيها اكتر من تخصيص. بيكون عندك الاوديو او الصوت، تقدر تتحكم انه يعمل فيد ان وفيد اوت اللي هو الصوت ما يبداش على طول، يطلع بالتدريج وينتهي بالتدريج. وده كمان غير الهوم سكرين ويدجت واللي بيكون فيها اشكال كتيره جدا زي ما احنا شايفين. يعني نقدر نقول باختصار ان تطبيق ميوزيك اوليت هو افضل تطبيق لتشغيل الموسيقى للاندرويد ممكن تقابله، افضل حتى من التطبيق بتاع الموبايل، ودي في حد ذاتها غريبه، ولكن ده في حاله لو ما اخترتش التطبيق اللي بعده. التطبيق اللي عليه الدور بقى هو تطبيق ميوزيك 7 برو. التطبيق ده فيه مميزات كتيره برضه زي التطبيق التاني، ولكن فيه شويه حاجات كده في الشكل هتفرق جدا وتخليك تحبه اكتر. يعني مثلا خلينا نقول في البدايه كده ان هو برضه ما فيهوش اي اعلانات خالص رغم ان هو موجود على المتجر، ودي حاجه عظمه العظمه. حاجه كمان ان هو في الاعدادات هتلاقي برضه اللغه العربيه زي التطبيق التاني، ولكن خلينا نشوف بقى المميزات اللي موجوده في التطبيق ده تخليه افضل من التطبيق التاني. مبدئيا كده انت بيكون عندك ملفات الموسيقى بالشكل ده او بالثيم اللي ظاهر قدامنا ده، بتقدر تعمل بلاي للموسيقى وبتبدا تلف معاك الدايره دي بحيث انك لو عايز تقدم متاخر بتلعب في الدايره دي عادي كده علشان تقدم متاخر. مش بس كده، انت كمان بيكون عندك علامه الصوت دي بتدوس عليها علشان تتحكم في الصوت، تقلل وتزود في الصوت. وكمان بيكون عندك فيه الثلاث نقط دول بتدوس عليهم علشان بقى تتحكم في حاجه ثانيه زي مثلا الاوديو سبيكتروم او الموجات الصوتيه، بتدوس عليها دوسه مطوله فبيفتح معاك على شكل الموجات الصوتيه دي. بيكون في عندك تحت علامتين او سهم كده وسهم كده، تقدر تدوس عليهم علشان تقلب في الستايلات او الاشكال الخاصه بالاوديو سبيكتروم. بعد ما بتخلص تقدر تعمل رجوع، بيكون في عندك علامه الباليت بتاعه الالوان بتدوس عليها علشان تختار ثيم او مظهر معين. يعني بيكون عندك مظاهر كتير، في منها المجاني وفي منها اللي ممكن تجربه وفي منها اللي لازم تشتريه، فبيكون عندك حاجات كتيره جدا تجربها، لكن انا مختار الوضع الافتراضي اللي هو اللي ظاهر قدامنا ده. مش بس كده، انت لما بتدوس برده على نفس المكان بيكون في عندك انيميتد باك جراوند، بيكون في عندك اكتر من شكل الباك جراوند بتدوس عليهم علشان يتطبقوا معاك زي كده. بيكون في عندك برده حاجه زي الفونتس،
علشان تغير في الخطوط اللي يظهر بيها الكلام جوه التطبيق. مش كده وبس، انت كمان لو دوست على الثلاث شرط اللي موجودين دول بتلاقي عندك تحت خالص حاجه اسمها سويتش نايت مود، بتدوس عليها علشان يفتح معاك على النايت مود. تقدر تدوس عليها مره كمان وتنزل تحت تدوس عليها علشان يفتح معاك على الداي لايت. الافضل انك بتدوس عليها بتلاقي في عندك سويتش تو وول بيبر مود، لما بتدوس عليها بيشغلها لك وفي الخلفيه الصوره اللي انت حاططها في الخلفيه الرئيسيه بتاعه الموبايل. مش بس كده، انت كمان بتدوس هنا وبتقدر يكون عندك حاجه زي السليب بتدوس عليها علشان تتحكم انت عايزه يقفل امتى. بتدوس على علامه الكيبورد دي علشان تكتب انت بنفسك الارقام مانوال او يدوي. في اوبشن زياده بقى، ولكن الاوبشن ده بيكون تجريبي بس، يعني لو عجبك بتقدر تشتريه، وهو انك برضو بتدوس على الثلاث شرط دول وبيكون في عندك حاجه اسمها فلويد، بتدوس عليها وبتقول له انا عايز اعمل تراي. فلما بتدوس وبتقول انا عايز اعمل تراي بيكون ظاهر معاك بالشكل العظيم ده، تقدر تقلب علشان يكون ظاهر قدامك بالمنظر ده ويشتغل معاك على طول. فبالتالي نقدر نقول ان التطبيق ده مليان بنفس المميزات اللي موجوده في التطبيق التاني، ولكن في الستايل او المظهر او اللوك بتاعه عامل شغل عظمه جدا. وكده تكون نهايه الفيديو. دلوقتي قدامك تطبيقين، الاثنين مجانيين، الاثنين فيهم اللغه العربيه، الاثنين فيهم اوبشنز كتيره جدا تغنيك عن اي تطبيق تاني حتى تطبيق الموبايل نفسه. فبالتالي على حسب اللي احنا شفناه تقدر تقرر انهي تطبيق تحب تستخدمه، وبعد كده هيكون موجود رابط تحميل التطبيق في الديسكربشن بوكس تحت. ما تنساش بس انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا، وهيكون فينا زرار اشتراك جنبه ورا تقدر تدوس عليهم علشان تتابع جديد اول باول. شكرا للمشاهده، نلقاكم على خير.